النهارده معايا نايت بيرس فروم هيل. هندخل مع بعض السيزون 3 اول ليفل لاندري داي يوم الغسيل. مطلوب 8 مهمات 8 تريكات 8 مقالب. عايزين مشكلتي الوحيده في اللعبه دي ان انا احيانا بسقط مقلب بعمله متاخر وده بيقلل السكور. ده هنا بقى ده هنا كله فتح بقى المنطقه اللي تحت دي كلها فتحت. سلك انا عايز ده كمان. ده نازل هيكو. لا 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 يا راجل يا راجل حرام عليك يا راجل عكشني. انا عايز الجاروف ده انا فاكر الجاروف ده بيعمل حاجه. تعال هنا يا حبيبي شوف الدرج ده فيه حاجه يا بابا كده بعد اذنك. مفيش فيه حاجه. طب هنا خلاص مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة. هيطلع يكوي الهدوم. ماشي 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 بالعقل. مش عايزين بقى ايه استعجال. هو بيمشي منين؟ هيطلع يكوي الهدوم. وهنا في مقلب مقلب المكوى وفي مقلب الغسيل بالعقل بقى بالعقل. جروف ده جيب بايه؟ يا شباب؟ يوز شوفل وذ ا سمول شوفل فور لوزنج اند موفينج سويل. في رمل اهو. الرمل ده انا ممكن اشيله بالجاروف ولا اشيل ايه بالجاروف؟ مش فاكر. الجاروف ده بيتعمل بيه حاجه، بيتشال بيه رمل او بيتشال بيه حاجه انا متاكد. بس انا برضو محتاج انزل تحت هنا. كهربهولي ماشي. إجازة عدة. ماشي. نلعب في إيه؟ نلعب في الغسالة. أمال إيه؟ ماشي ماشي. لا 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 الغسالة برميل. أيوه جدع. الغسالة برميل والغسالة الأوتوماتيك. لعبنا في الغسالتين. بس قول لي بقى يلا بقى يلا هات رمل. بتجيب رمل جدع. عال بسرعه. الحمد لله بسرعه. بوظ له مسحوق. لا 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 لا
المفروض كنا نبوظ المسحوق. اول حاجه نبوظ المسحوق، ترتيب المقالب مش مظبوط، كان لازم نبوظ المسحوق اول حاجه. لا مش المسحوق، مش المسحوق. لا خلاص يا شباب خلاص، زبطت. الرمل ده بتحط فين؟ الرمل على السجادة، الرمل على السجادة. بسرعة يا ابني، بالله عليك بسرعة جدع. بوظت له السجادة، بسرعة انجز 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 انجز. تمام. طبعاً مكوى. نام بقى، نام يا كلب جدع. اطلع بسرعة بسرعة. لا لا استنى استنى استنى. ايوه انا عايز ده، انا عايز ده، انا عايز ده. جدع جدع بسرعة. يعني كده احنا تمام على اخر لحظة، على اخر لحظة، على اخر لحظة. فاضل مقلب. يروح يلم الغسيل يلاقيه بايظ. شكرا بالشفا. أربعة. انا كل مره اجيب 94% ليه؟ كل مره اجيب 94%. انا ماشي بالمقالب يعني الى حد ما كويس على فكره، مش وحش، بس يعني كنت عايز اجيب 97% بس. جي جي يعني برضو ترتيب المقالب برضو مش وحش، يعني ترتيب المقالب برضو مش وحش. هو محتاج ان انت المؤشر ده ما ينزلش خالص، بس جي جي عاش يعني، جيم جامد جدا. المهمه اللي بعد كده، المرحله بعد كده اسمها فيتنس فرينزي، مرحله جامده جدا، يوجا بقى وبتاع وتمرينات. عايش الدور، ان شاء الله ندخلها الحلقه اللي جايه. جيم جامد جدا يا شباب، ان شاء الله نكمل مع بعض في ماي بيرس فروم هيل، نشوف مع بعض باقي المقالب ونكمل مع بعض باقي المراحل. لكن اهم حاجه ما تنساش اللايك، شير، كومنت، سبسكرايب، فعل الجرس، وتستنى الحلقه اللي جايه. سلام.